طبعا يعني وصلنا هلا لفقره من احب الفقرات لقلبي، خلينا نحكي بالذات انه انا وحده من الناس اللي ما عندي وقت اني اهتم ببشرتي، بس بحب اني اهتم ببشرتي وما عنديش في كثير فلوس اني اجيب منتجات خلينا نحكي للعنايه بالبشره، فبحاول دائما الجا للشيء الطبيعي والشيء الموجود ببيوتنا كلياتنا. مشان هيك حابه هلا ترحبوا معي اكيد مشاهدينا بخبيره التجميل امنيه طاهر اللي مشرفانا فيها وهن. اهلا وسهلا فيك امنيه، شو اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني صراحة ما شاء الله ما شاء الله، يعني مبين عليك الاهتمام بالبشرة وكيف بحاول. لا ما شاء الله، الله يحميكي. فجد تحمست، وبالذات احنا بفصل الشتاء أمنية، وانت عارفة فصل الشتاء بصير في جفاف كثير بالبشرة بالشعر وبتساقط، يعني في كثير مشاكل بتزيد أكثر بفصل الشتاء. مشان هيك أنا مبسوطة اليوم رح تعملي لنا سبراي لتطويل الشعر، وبرضه ممكن نحول هذا السبراي برضه لخلطة ثانية تكثيفها، وبرضه تعملي ماسك للبشره. كلياتها منتجات طبيعيه موجوده بكل البيوت. فشو رايك نبلش بالسبراي ونتحدث خلالها؟ يلا خبرينا ايش بدك تعملي. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي كنا بنهتم بيها وصفات البشره والشعر، بنقدر على يعني على قد ما بنقدر نعمل حاجات طبيعيه تكون في البيت، وفعلا فوائدها حلوه جدا. الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها الطبيعيه دي بتدخل في كل حتى تركيبات ومنتجات التجميل، دايما تلاقي عنصر من العناصر اللي احنا بنتكلم فيها موجود في منتجات التجميل، لان هو بجد بيكون فعال جدا. اول حاجه نتكلم النهارده الهيرو بتاعنا هو الجرجير. دايما لما بنتكلم وصفات شعر وبشره تقول لك الجرجير، الثوم، البصل، دول اكتر حاجات معروفه بنستخدمها للشعر، بيجيب فوائد هائله جدا جدا وبتكثف الشعر وبتطول جدا. هنتكلم النهارده اول حاجه ازاي نقدر نعمل سبراي الجرجير للشعر وايه فوائده وازاي اصلا نستخدمه. يعني في حاجات كتير احنا عارفين انها مهمه بس نعرفش ازاي نستخدمها. مظبوط. اول حاجه الجرجير، الجرجير ايه هو الفيتامين اللي موجوده فيه؟ موجود فيه فيتامين ألف بنسبه كبيره جدا، موجود فيه 2373 وحده دوليه من فيتامين ألف. يعني مش بس واحدة من فيتامين ألف، دايما لما بنيجي نجيب منتج أو حاجة يكون فيها حاجة واحدة بس من فيتامين ألف تبقى فعالة جدا سواء للبشرة أو للشعر. فده نسبة الفيتامين اللي موجودة فيه مركزة. كتير جدا جدا مركزة جدا جدا، فبالتالي بيضاعف التطويل الشعر ومفيد جدا جدا للشعر. الفيتامين ده بيعمل ايه؟ بيطلع الزهم الطبيعي، حاجه ماده كده اسمها الزهم، الزهم الطبيعيه دي بتفرز من الغدد الدهنيه اللي موجوده في الشعر. فبالتالي هي دي من اكتر الحاجات اللي سبحان الله موجوده في جسمنا مفيده للشعر، بس احنا عايزين نخليها تطلع. الزهم. الزهم دي بتفرزها الغدد الدهنيه، ودي هي اللي بتبقى فيها فيتامين كتير جدا جدا للشعر. بس زي ما بنقول مفيده للشعر، لكن لو سيبناها وقت طويل على الشعر بتعملنا مشاكل. بالظبط. فاحنا لازم نبقى عارفين ازاي نقدر نتعامل معاها. رح نيجي لحته انه قديش نخليها على الشعر وكيف نغسله. طيب من الحاجات كمان المفيده فيه جدا هو في مضادات اكسده، في زنك، في فوليك اسيد اللي هو الفيتامين اللي احنا بناخده، ده كله موجود بنسبه مركزه جدا في الجرجير. فانت بتحطيها موضعيا على الشعر. بنحطها موضعيا على الشعر. اوكي. طيب ازاي هنعمل؟ هنجيب حزمه جرجير وبنضربها في الخلاط مع كوبايه ميه. بتطلع كده، احنا طبعا ضربناها قبل الهواء وبتصفيها طبعا، بنصفيها كويس جدا وبناخد الميه بتاعه الجرجير. كمان الجرجير من الحاجات المرطبه جدا، بما انك بتقولي ان احنا في الشتاء وبيحصل فعلا جفاف وقشره، ودايما تحسي فروه الشعر بتاعتك ناشفه وبتعمل قشره كده متطايره، فهو من الحاجات الحلوه جدا. احنا عملنا ايه بقى هنا؟ حطينا الجرجير وصفيناه. نستخدمه ازاي بقى او بنعمله ازاي؟ ممكن لوحده. بنحطه بعد الشامبو، بعد يعني انا خلصت الشامبو خلصت البلسم بحطه على الشعر شويه زي ماسك للشعر ساعه ساعتين، وبعد كده اغسله. تغسليه بمي بارده؟ بغسله بمي فتره عادي جدا. باخد الشاور بتاعي بعد، يعني اخر حاجه اخر شطفه هي الجرجير. الجرجير من الحاجات اللي مش بتنشف كمان الشعر. طب ما بترك ريحه؟ لان انت في احنا الصبايا بنهتم ريحه شعرنا تكون حلوه، وبالذات عم بتقولي ان حميميهم بشامبو، حميمي شعرك شامبو وبلسم، بعد كده نحط الجرجير. ما بترك أثر. في نوعين من الناس، في ناس عندها اصلا ريحه شعرها او الفروه الدهنيه بتاعتها بتفرز ريحه بتحتاج حاجات نشيلها، وهقول دلوقتي احنا ممكن نشيلها ازاي، وفي ناس اصلا طبيعه شعرها مش بتعمل ريحه. مجرد ان انت تعملي الغسول ده وتحطيه على الشعر، تعملي مساج وتغسليه، انت ما فيش ريحه في شعرك. بس دايما لما بنعمل حاجه كده بنعمل ايه؟ بنسيب الشعر مفرود لحد ما ينشف، ما بتكتميش الشعر بعدها. يعني ما تلميش الشعر وتخليه فعلا بالظبط زي بعد حمام الزيوت بتاعت زيت الثوم، زيت البصل، حاجات قويه جدا اللي هي افكتيف جدا على الشعر. لما بنغسل بنسيب الشعر مفرود يطلع الريحه المتطايره اللي موجوده فيه. بالظبط. لكن الناس بقى اللي عندها مشكله الريحه بنعمل ايه؟ هنعمل حاجه كمان حلوه جدا جدا وحلوه للقشره، تحفه للناس في الشتاء. الزعتر مع الروزماري. كوبايه ميه او على نار كوبايه ميه واحده، وبنحط معاها الروزماري والزعتر
وبنقلبهم على نار هاديه. أوكي. تمام. اول ما الميه تسخن وتبتدي انها تطفي. تغلي بنسيبها لمده يوم كامل بس متغطيه، نقلبها كويس. بتخليها منقوعه؟ منقوعه في الميه بس. أوكي. متغطيه. أوكي. ليه لازم نغطيها؟ لان الروزماري والزعتر من المتطايره، الزيوت المتطايره اللي احنا بنقول عليها، الزيوت اللي بتطلع من الروزماري والزعتر لو احنا ما غطيناش هتتطاير، واحنا عايزين فوائد بالظبط. نغطيها لمده يوم كامل وبنضيف الخليط ده على الجرجير. يعني بتكسبيها مع بعض هيك؟ هاي بتكثف الشعر؟ دي بتطول الشعر جدا. اوكي. يعني هي دي اكتر تطويل، لكن هنقول دلوقتي لو احنا عايزين نعملها تكثيف والناس اللي عندها شعر ضعيف وبتكسر تعمل ايه؟ أوكي. فده بيطول الشعر جدا، هايل للقشره، الناس اللي عندها قشره وعندها كمان التهابات في فروه الشعر او بالبصيلات. بالظبط. او اكزيما بتهرش كتير. او كده، ده تحفه، معالج رهيب جدا جدا للقشره. أوكي. وتقويه البصيلات وتطويل الشعر، وزي ما قلنا بيفرز الزهم اللي احنا موجودين وبرده محتاجينه. كل ده سبراي، او بنحطه، يعني سبراي بنحطه قبل الشاور او قبل ما ياخد شاور تماما. بالظبط ساعتين ثلاثه كده، بحط على الشعر كله وحط على اطراف الشعر كمان، لان الشعر بيبقى فيه مسامات، المسامات دي بتستفيد من كل الفيتامين اللي احنا بنحطها. اوكي. طب خليني بس عشان انا المشاهدين وانا كمان افهم منيح، لان الوصفات اكيد هاخذها استعملها. اذا الجرجير لحاله بيساعد بتطويل الشعر. بالظبط. وبعدين نفس الشيء برضو عشان الريحه، وبنفس الوقت بيساعد تطويل اكثر طبعا. روزماري بالضبط، وترطيب نوعا ما. برضو بنقدر نضيف هذا الخليط اللي من روزماري والزعتر على الجرجير، برضو على الجرجير في يا هيك يا هيك. بالزبط. تمام. اوكي. نستخدمه بطريقتين، يا اما بعد الشامبو والبلسم بنحطه شويه ساعه ساعتين نعمل مساج ونغسله، او قبل الشاور تماما بحط 3 مرات في الاسبوع سبراي فروه الشعر، وبعد كده اغسل بالشامبو والبلسم. طبعا لازم نستخدم حاجات طبيعيه. أوكي. والميه تكون فتره. تمام. دي كده اول حاجه. طيب احنا عايزين نحول ده لتكثيف الشعر. في ناس كده يا رند بيبقى عندهم شعر ضعيف جدا جدا بيتكسر. حتى وهو طالع من البصيلات بتاعته بيتكسر، فاحنا محتاجين نعمل له ايه؟ محتاجين نعمل له حاجه تغلف الشعرايه تخليها اقوى. ايه اللي بيعمل ده؟ نبات السدر اليمني، هي اعشاب. تمام. هي موجوده عند العطار، وفي نواه البلح المطحون، دول من اقوى الحاجات الموجوده عند العطار، قويه جدا. هي اعشاب زي الحنه بالظبط، لكن مش بتاثر على لون الشعر. أوكي. الناس كمان اللي شعرها مسبوغ وبيكون هاي سدر صح، نبات سدر مع نواه البلح، انا خلطتهم مع بعض. أوكي. نواه البلح المطحون ناخد حوالي معلقتين، وبنضيف بقى عليهم الجرجير والروزماري والزعتر وكمان زيوت وعسل. هقول لكم الطريقه. اوكي. ايش الزيوت؟ خلينا نحكي للمشاهدين المكونات. الزيوت اي زيت عندك بقى، اي زيوت مرطبه، ممكن زيت زيتون، زيت لوز حلو، زيت الجينسينج من الحاجات الحلوه جدا للشعر، رهيبه. ممكن كمان الروزماري. الروزماري طبعا. زيت الثوم والبصل، انا جايبه الزيوت وحوريها لهم. زيت الثوم والبصل كمان من الحاجات القويه جدا جدا في تكثيف بصيلات الشعر. بتغذي الدوره الدمويه، فبتغذي بصيلات الشعر، فبالتالي بتطلع الشعر كثيف. أوكي. وبتطول الشعر بسرعه جدا. دي من اقوى الوصفات اللي على مر السنين الناس بتستخدمها، فعلا قوية جدا في الشعر.